بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم جميعا، ربي يعيد عليكم بالصحة والسلامة. اليوم احنا راح نناقش موضوع مهم وهو المد لوجينج، موضوع أساسي في بنية التحتية للعمليات الحفر، موضوع جوهري وقلة البحوث عليه، قلة الفيديوهات عليه. فارتعينا أنه نشرح هذا الموضوع بشكل مختصر لكن يغطي كل الجوانب اللي ممكن نبلش بها. بداية، المد لوجينج هو من عمل الجيولوجي وليس مهندسي النفط، لذا هذه النقطة وجب ذكرها. تمام، اليوم راح نتعرف على تعريف المد لوجينج، وحدة المد لوجينج شنو هي وشنو تحتوي، شنو أهمية المد لوجينج، والتحليلات مالته اللي هي اللاج ديترمينيشن والسنسرز واخذ العينات الغازيه والتحليلات الصخريه والهيدروكربون ايفالويشن. خلونا نشوف شلون. لما نعرف المد لوجينج ديفينيشن المفروض نجي فد لمحه تاريخيه. لما تسمع بالمد لوجينج، اذا احنا اليوم جاي ناخذ مثل ما يقولون تسجيل مستمر من المود. هذا المعنى الظاهري للكلمه، لكن بالحقيقة هي مو هيك. المد لوجينج بشكل ما هو data gathering in real time. It is the process of data gathering in real time. الداتا هذه هي عبارة عن monitoring للtrolling parameters and trolling operation. So حتى تبدأ هذه العملية وبدأت هذه العملية بالظهور هي بسنة 1920 لما اقترحوا أن يخلون في الجهاز يصطاد الغاز اللي جاي ويا المد أثناء عمليات الحفر. هذا كان باب أنه ليش ما نسوي تحليلات على الطين، العفو، المد اللي راجع. فبسنة 1939 تقريبا طبق القضية بشركة هالبرتون، صارت وحدة تامة مد لوجينج يونت، ونشروا هذا البحث اللي هو الكونتينيوس لوجينج ات روتري ترولينج ويلز اللي هو موجود، واثبت انه احنا جاي نستخدم كوميرشال مود لوجينج يونت. اذا المود لوجينج صحيح اسمه مود لوجينج لكن مو كله متعلق بالمود لوجينج. بالحقيقه هو له فد انديكيت ثاني يسمى بالسيرفيس لوجينج يونت. اذا هو عباره عن سيرفيس ذات كواليتيفلي اند كوانتيفلي اوبتينز داتا فروم اند ميكس اوبزرفيشن اوف ترولينج روكس ترولينج فلويدز اند ترولينج باراميترز. تمام، خلونا نشوف شلون. بداية المد لوجينج يونت هي عبارة عن، إذا نحكي عن اليونت، هي عبارة عن غرفة. الغرفة تختلف تصميمها من شركة إلى شركة أخرى. تقريبا بشكل يونيفرسال هي عبارة عن 27 فوت في 8 فوت في 8 فوت وتزن 10 أطنان. المكان اللوكيشن اللي موجود هو بالسايد باي سايد باي ذا اللي يعرف على انه السيركيليشن سيستم في المود لوجينج. هذه اياها مجاوره للريزيرفز بيت. شنو تحتوي هذه اليونت؟ هذه اليونت تحتوي على كمبيوترز، تحتوي على كمبيوترز راح نشوف شنو فائدتها، الجاس اكويبمنت، الروك اناليسيس اكويبمنت واذرز. تمام، كويك ريفيو لان نحتاجه باعتبار هو متعلق بالقضيه السيركيليشن سيستم، انه المد يصير بي pumped from the pit direct to the well bore and return from the annulus، وهذه الانولس تتوجه للشيكر، من ذلك بعدين ترجع. هذا هو كويك ريفيو. احنا جايين نشوف المد لوجينج هي هنا. اذا هذه هي اللوكيشن مال المد لوجينج. خلونا نبلش ديبلي وخلينا نشوف شنو راح يصير من نبلش بعمليات المد لوجينج. اهميه المد لوجينج، المد لوجينج ممكن تعطيك انديكيت او مو ممكن، بالاكيد انه راح تراقب لك الدرولينج باراميترز الار او بي، الهوك لود، الار بي ام وما الى ذلك. خلال دراستنا بعمليات الحفر جاي نقرا الار او بي، جاي نقرا الهوك لود، لكن ما نعرف من وين جاي يقيسون هذه الباراميترز. بالحقيقه يتم قياسها عن طريق المد لوجينج وراح نشوف شلون. ممكن من خلال المد لوجينج نتعرف على الليثولوجي مال الصخره، وهذا يعتبر انديكيت ثاني بغض النظر عن اللوجات اللي الجاما راي. اكو انديكيت ثاني عن اللوجينج يكون الليثولوجي، يكون من خلال الروك ليثولوجي ايدنتيفيكيشن.
المبدأ الثالث اللي ممكن يصير بي gas and oil shows analysis، وهي راح نشوفها formation evaluation، وهذا أيضا راح نشوفه كيف راح يكون. وعلى هنا إنه there is no drilling operation can be done without mud logging، هذا كلام أحد المهندسين بالحقل. تمام. إذا بشكل عام mud logging ينقسم على شغلتين أو two functions، إنه low monitoring low sampling analysis. خلونا نشوف شلون حتى نقيس ال ROB، حتى نقيس الهوك لود، حتى نقيس كل الدرولينج باراميترز. اذا احنا نجي نستخدم ما يعرف بالسنسرز. سواء واحد يقول هاي السنسرز وين موجوده، بالمد لوجينج او السيرفيس لوجينج اسم الثاني، كل الداتا تقاس من السطح. There is no sensors in the wellbore. All the measurements is done from the surface. بدايه درو ورك سنسرز، من اسم درو ورك لانه يتنصب على درو ورك. قبل أبلش بالسنسرات أحب أنوه أنه كل سنسرات نفس مبدأ العمل، تعمل على قراءة المؤثر اللي جاي يأثر بها على شكل تيار، وبطريقة برمجة ما بالحواسيب اللي موجودة باليونت راح نحصل على الداتا اللي إحنا نريدها. فإحنا نجي نقيس الدبث لأن كل فرة من سحبة، طبعا وين مكانه؟ مكانه بدرو وركس، وتعرفون بدرو ورك جاي يطلع لنا لاين، فكل سحبة جاي يسجل لنا ايش قد جاي يقرأ الدبث. لما انت عرفت ايش قاعد تقرا الدبث، فسجل خلال ساعة كم فوت تخترقت، هذا يعتبر ال ROB. Hook load sensors موجود على الديدلاين اللي هو جاي يواجه الحمل اللي عليه، بالتالي هو جاي يقيس الوزن اللي عليه ويعرف ايش قاعد عندنا hook load. الروتر سبيد موجود بالمنظومة اللي توفر لك الروتر موشن اللي هي traveling plot. التورك سنسر موجود بالريج فلو، بالتالي يقيس لك التورك بنفس المبدا. البامب ستروك سنسرز راح يقيس ايش قد الستروك اللي جاي تسويه البامب خلال عمليات الضخ. البيت ليفل سنسرز من السنسرات المهمه اللي ممكن كنا قبل نقول اكو بيت جين او اكو لوس سيركيليشن. من وين عرفوا انه اكو بيت جين؟ بغض النظر عن الرؤيه النظريه، انما اكو تحليلات دقيقه تعطيك الحجم اللي موجود من خلال هذا السنسرز. المد ويت ينصبون في المعدات سنسرات بالمد تقيس لك الويت من خلال فرق الضغط اللي موجود. انترو جي اتش برمجه معينه باليونت يحصل على الداتا اللي احنا نريدها. التمبرتشر سنسرز اللي تقيس لك بلاتينيوم ريزيستنس، هذا في شيء بديهي، يعني بيات يوم يتأثر علاقة طردية ويا التمبرتشر، في زيادة يعني زيادة التمبرتشر ونقصانها يعني نقصان التمبرتشر، أقصد المقاومة. المد فلو سنسرز من السنسرات المهمة اللي يتنبأ بأنه اكو لو سيركيليشن بدون ما ترجع للبيت ليفل وشوف المد كثير ولا قليل، لا، هذا منصب على الريتيرن لاين، لما ينقطع بعد ماكو فلو تعرف أنه أنت عندك لو سيركيليشن. كوندكتيفيتي سنسرز يقيس لك الموصلية مال المد. تمام. التحليلات الأولى بعد ما عرفنا المونيترينج للأسسمنت، خلونا نعرف أنه كيف ممكن إحنا نستدل على أخذ السامبل. يوم أنت حتى تأخذ سامبل من عمق معين حتى تسند لك كل الأرقام وتطلع كل التحليلات، إذا المفروض تتأكد أنه أنت السامبل ماخذه من العمق اللي أنت تريده. تقريبا الشركات عندها في منهج أنه تأخذ كل 30 فوت أو كل 5 فوتات حسب الشركات، لكن أنا شلون أخذ هذا السامبل؟ السامبل انا جاي اخذه من المادر تيرم، مش مدري ان هذا الوقت اللي هو جايني هو من العمق نفسه، اذا احتاج تايم، لاك تايم، احتاج اعرف الوقت اللي يحتاجه المد على مود يروح للعمق اللي انا اريده بعدين يرجع. فاعرف الوقت اللي يرجع به اخذ العينه. تقريبا هذا الشيء بديهي انه ممكن يستخدمون حسابات ثيوريتيكال لاك تايم عند الفوليوم الكاباسيتي في الدبث اللي انت راح توصل اليه. هيستخرج اللاج فوليوم على بامب اوتبوت، وبالتالي راح يحصل انه الفوليوم اللي هو ببرل، البامب اوتبوت انه ايش قد جاي تعطيك كل ستروك ايش قد جاي تعطيك برل بالوالبور، بعدين انت الستروك راح تقسمه على البامب ريت راح تحصل على اللاج تايم، وممكن تاخذ العينه مالتك. هذا الكلام مو كله صحيح. السبب هنا من اخذ كباسيتي جاي افترض انه الهول ما بي مشكله، القطر ثابت على طولها، هذا الكلام مو صحيح، احنا معرضين الى التايت هول، معرضين الى الوش اوت. اذا حتى اميك شور انه اللاك تايم اللي حسبته هو صحيح، احتاج مبدا ثاني انه انا اضخ تريسر ويا المد. تريسر غالبا ما تكون مواد صليبه مثل الكاربايت بامب، هذه ماده صليبه انت لما ترميها راح بالمد راح تتفاعل ويا الماء راح تكون غاز. وصول الغاز الى السطح ووصول الماده الى السطح على انه صليبه، اقيس الوقت اللي وصلت به للسطح اشوف انه تمام، اذا اخذ من هذا العمق السامبل ماتش. بعد ما عرفنا الوقت اللي ناخذ به السامبل سواء غاز او
كاتنجز، احنا قلنا انه من اساسيات المد لوجينج انه الراك كاتنجز. خلونا نشوف كيف ممكن نسوي راك غاز غاز اناليسيس عفوا اند راك اناليسيس. كغاز اناليسيس اول شيء منين يجي الغاز؟ الغاز يجي اما الريتد غاز، انه اثناء البيت متى تحفر جاي تنتج غاز، او بروديوس غاز، الغاز جاي ينتج مو من الاماكن اللي جاي نحفرها يعني من طبقات عليا وفي مشكله. ريسايكلد غاز هو غاز انتجه اثناء حفر وبقى ورجع للبئر ومره ثانيه يرجع يتحرك. في المد لوجينج نوع انواع الغاز اللي عندنا نوعين، لو كونتينوس غاز انت قسته او اخذته بعمليات السيركليشن، او ديسكونتينوس غاز اجاك لما ماكو سيركليشن او ستوب سيركليشن. حتى تبلش بتحيات الغاز اول شيء منين اخذنا الغاز؟ اكو نقطه يسمونها الباسن بولي موجوده بالريترن لاين اللي هي هذه اللي قدامكم. راح نخلي بها جهاز يسمونه الغاز تراب اللي هو هذا. هذا الغاز تراب يعتمد على الفورتج، الفورتكس فورسز، السنترفيوجال فورسز، يصير دوران هنا بالتالي حسب الكثافه الغاز راح يصعد للاعلى والمد راح يعبر من جوه، الغاز راح يروح من خلال هذا اللاين الى يونت وتجرى التحليلات اللازمه عليه. بعد ما اخذنا الغاز راح نسوي تحيات من خلال الجي سي اللي هو الاف اي دي كروماتوجراف. هذا راح يعطيني الغاز ايش قد السي 1 مالته، ايش قد السي 2 مالته، ايش قد السي 3 مالته بدقه. مجرد ما تعرفوا المبادئ الجي سي انه في الكارير غاز وهذا راح يسوي ايفابوريت، يدخل بهذا الكولوم راح يتحرر حسب الغاز حسب الاخف ثم الاثقل راح يروح الديتكتر. الديتكتر الاغلبيه راح يستخدمون اف اي دي ديتكتر اللي هو شعله الهيدروجين. شعله الهيدروجين ما تحترق وحدها، تحترق لازم اكو المكون اللي جاي بي سي اتش باوند. هنا كل ما تزداد السي اتش باوند المولكيولر ويت راح اقرا شعله اكثر بالتالي راح احصل على كثافه اكثر بالتالي هذا يسمونه سي 2، اعلى سي 3، اعلى سي 4، ويش احنا سوينا الكروماتوجرام والقضيه انحسمت. الاتش 2 اس السي او 2 ديتكتورز ما ممكن انه تتحقق هذه العمليه بالاف اي دي كروماتوجراف. السبب لانه الاف اي دي كروماتوجراف يتحسس بشعله الهيدروجين، واحنا اسندنا انه قلنا شعله الهيدروجين ما من الممكن انه تحس بها اذا ماكو سي اتش باوند. فالاتش 2 اس سي او 2 ماكو سي اتش باوند، فالها اجهزه خاصه كمبدا السنسرز تعمل على قياسها كما وضح على. خلصنا من الغاز اناليسيس، خلونا نروح للراك اناليسيس. لما نتكلم عن الراك اناليسيس القضيه الاولى انه عرفنا وين ناخذ الكاتنجز، منين راح ناخذها؟ ناخذها من الكاتشنج بورد اللي موجوده هنا. تمام، بعد ما اخذناها لازم نغسلها بنفس البيس مات اللي عندنا على مود نوخر الكونتامينيشن. اذا اويل بيس مات بقى لازم نغسله بعدين بالديترجنت منظف، بعدين نغسله بماي، بعدين ننظفه ونجففه ومن ثم نخزنه. المجفف والصغير المكسور يخزن بهذه القطعة الصغيرة يسموها brown paper clasp، والبقية يخزنوا بهذه إذا كان كبيرات. ما أحب أوضح أنه أكو بعمليات الغسل يجيبون فد مش اثنين، مش أم الثمانين ومش أم المية. لما أنت جاي تحفر ديب المفروض الكاتنجز تكون صغيرة حسب البي دي سي البت جاي تحفر به. فلما الآن جبت الكاتنجز المفروض كلهم ينفذن من ثمانية مش باعتبار كبيرة. إذا ما نفذن كلهم هنا يعطيني دليل إنه أنا عندي كيفينج باعتبار اكو كاتنجز اجتني من الأعلى. بعد ما كملنا وحفظنا الكاتنجز راك أناليسيس كل شيء وايد، راك تايب، الكالور، التكستشر، سيمنتيشن، فيجوال ستراكشر، فيجوال فيروستي، الأويل شو ديسكربشن. فلما نتكلم عن هذا الشيء حقيقة مو بشيء بسيط، كلام معقد وكلام بي ديتيل كل شيء وايد. اللي يحب راسلني على مود اعطيك كتابي الخاص بهذه الامور. انا راح اشرح الاويل سو ديسكربشن. بعد ما جبنا الصخره حتتاكد انه اللي بيها نفط ولا لا، او اقيم هذا النفط. ابوعلها بالمايكروسكوب فلورسنس. هنا هذا مبدا بالضوئيات، انت لما تسقط اشعه فوق البنفسجيه المفروض تشع عند السوائل وبعض المواد نظريا انه سقط وتساوى الموجات المستويات الطاقه وتحرر الفوتون العفو الالكترون وصار به استثاره. مبدا بضوئيات معقد ممكن تراجعونه. هنا انت مباشره اللي السائل اللي يعطيك ضوء تعتقد انه اكو فد ليكويد، لكن من يقول هذا الليكويد هو اويل الاستدلال عليك انه انت تخلي سولفنت معين النفط راح يتفرقع، بالتالي تعرفت هذه الصخره بها نفط وانت بعدك بعمليات الحفر. تمام، مرات انه انت تسلط الضوء لكن ماكو اشعه، هنا مو دليل انه ماكو نفط، مو دائما صحيح هذا المبدا، لانه بحد ذاته هذا دليل انه ممكن يكون اكو نفط، لكن نفط بخصائص ما صارت له ما شاء. اذا نجيب
reagent مادة reagent اللي مثلا كلوروفورم نضيفها راح نشوف انه راح يشع وهذا يدل انه اكو نفط. The final stage انه انت راح تسوي presentation بالمد لوجينج راح تسلمه لمهندس الحفر او للجيولوجيست اللي خاص بعمليه الجس وراح تعطي انه هذا الفورميشن هذه الفيشيز هذه السي 1 سي 2 سي 3 مناطق النفط مناطق الغاز هذه كلها دن من خلال عمليات الحفر بالمد لوجينج سيستم. طبعا thank you for listening, that's all. اتمنى انه اكون فدتكم في هذه الدقائق وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله.